شنو هنا ها. السوق كامل هذا كلشي حواله. راه في الخير موجود ولكن الغلا كيغاليو بزاف اصاحبي، كيغاليو بزاف. السوق باقي مشى حتى اخر. واخا تبارك الله الشطاحات، الشطاحات هاد العام والسوق باقي مشى حتى هادو طايحين الثمن على جدي، ناقص الثمن على ناقص الثمن. سلام خير عزيز، بخير هاني الله يحفظك. شوف شي واحد اجي، شحال الثمن هذا هاد القهوي هذا؟ هذا 90 900 درهم. 900 درهم خلاص يوسف 900 درهم ناقصين. انا قلت لك على الغنمي فهمت. السوق الحاولي سيدي إدريس طنجة، خيرات موجودة، أثمنة أثمنة باقا تبارك الله طالعة في السماء. هذا بشحال؟ هذا هذا 300 درهم. هذا 3000 درهم. ها؟ شدوا بعد تشوف 3000 درهم. ماشي زعما شي حاجة. أنت بلاتي. هذا الله يحفظك اخويا. كنعمل لكم اشهار من السوق عاوتاني، كاين اللي ما كيعرفش السوق فايان فهمت. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا هذا 2500 درهم اخوت. ها؟ كنقول 2500 درهم. 2500 درهم 250000. ها 250000. الحمد لله الخير موجود. كاين هذا عاوتاني، شوف الثمن ديالو. الاشهار ديال السوق كدير لي شاد الصوت. ها واخا الثمن هذا شحال؟ هذا 230. هذا 2300 درهم. 230 وحاجه مزيانه السلعه خنيفريه هذه. اللي بغى يتسخر الاخوان سوق سيدي إدريس طنجه، في كان السوق العام اللي فات. انت دابا الاخوان عندهم الملاح. شكرا اخويا. السوق العام اللي فات كان هنايا. كاين هنايا ولكن سيدي إدريس ما بقاش. سيدي إدريس ما بقاش. هذا سيدي إدريس. هذا سيدي إدريس هذه. سيدي كيكون في وسط. لا من هذا الرامبون وتينا ماشي، هذه كامله سيدي إدريس. اييه. الله يحفظك اخي العز. بوخال في الجهه الطريق في كامبو زياد. الله يحفظك اخي. خيرات موجوده. شوفوا الاخوان. شوفوا. انا اللي بغى يتغدى هنا كيشوي، كاين الشواء كلشي موجود هنا. اللي بغى يتغدى هنا سيني. خيرات موجوده. جينا نتسوقوا العيد مع الوالده، ما عرفتش الوالده مسكينه فين مشات. كل ساعه عاود الوالده الوقت الحمار ساحل. جرب جرب. عملوا الاشتراك الاخوان، ابونيو معنا الله يجازيكم بخير. عملوا معنا الاشتراك باش انا نبقى معكم تن اخر يوم العيد ان شاء الله. نجيكم اخر جديد، اخر مستجدات الاثمنه وكيفاش بدا السوق وكيفاش ساله. والاشتراك باش تبقاو دائما متبعين اخر الاحداث الجديد. شوف هنا عاوتاني موجود بخير تبارك الله. Thank you.
عندك تعثر تما؟ لا شفت. شوفوا هذا هذا مزيان. شحال صافا ديالو مرضي هذا؟ هذا اللي هنا اللي قبلتي هذا. هذاك 200 هذا 2000 درهم. ها شديتو؟ اه 2000 الصراحة 2000 درهم كبر على هذا فيتو عملو. شفتي؟ نقول لكم اخوه هذوك الاخوان اللي كيعملوا التعليقات كيقول لك ما نعرفش اللي كيعلفوا كذا ما كذا. واش هذا الحاولي 2000 درهم اخوه؟ فهمتيني نقول لك هذا المغرب والله لا بقيت فيه ولا نقطع في هذه البلاد هذه غادي نهاجر فهمتيني البلاد هذه بغلا اخويا سقسنا شحال هذا غادي نقول خاي العزيز بخير هاني الله قلنا الثمن هذا البركه شحال اخويا هذا 240 2400 درهم شوف الى عجبك شحال هذا 240 قلنا من عندك تمام ها؟ باقي تجي يقول لك 180 كل واحد كيدير قد جهد واخا الله حسن وانا كنهضر معاك من معقول اخويا فهمتيني انا نقول لك شنو كاين 1800 درهم توكل على الله الخاوة ديالي فهمتيني انت اللي كتشوف الخير خير موجود فهمتيني لا قديه قديه قلنا اصاحبي توكل على الله اخا ودي شوف واحد اخر اللي بغيتي شوف الوالد شوف هذا 1800 درهم دابا نشوفوا شي واحد اخر هذا شحال الثمن ديالو هذا؟ لا ماشي بحال هذا شحال هذا؟ كاملين عندنا العياطة احنا عندنا رجلنا هذا كيف كيف؟ كبار كيف كيف هذا شحال الثمن؟ هذا تعطي 210 درهم خلي بحال يا خويا جرو لا توكل على الله توكلنا على الله راه معاك فاغي العطومة شنو كيجبد الله تيجي
السيبه ديال الشعير هي هذيك الا بغيتي الا بغيتي شي حاجه من الصغير كتبين وانا تقليد عليا باش ما عارف السكر اللي كدير لا من الشعير كل شوف هذا